أشير إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول ملفات فساد ثقيلة. الفريق أحمد قايد صالح يؤكد مرافقة العدالة في أداء مهامها بعيدا عن الانتقائية والظرفية وعن أي ظلم أو تصفية حسابات، ويدعو إلى التمسك بالدستور وتنظيم الرئاسيات في أقرب الأجل. الفريق أحمد قايد صالح يدعو إلى التصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة وإفشال كافة المخططات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد لدى إشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية الثبات 2019. وسط حضور إعلامي مميز، الوزير الأول السابق أحمد يحيى يمثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد لتقديم إفادته حول قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. عشية اليوم العالمي للعمال تأكيد على ترسيخ التشاور والحوار، وفي النشر عمال مصنع الفوسفات بتبسة يستأنفون العمل بعد حلول توافقية بين كل الأطراف. انتخاب محمد جميع أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى تفاصيل النشر. بداية، أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الخامسة، أشرف على تنفيذ التمرين البياني بالذخيرة الحية المعنون الثبات 2019. وبمناسبة أكد سيد الفريق حرص قيادة الجيش الوطني الشعبي على مرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات. المزيد مع سكينة محمود عليان. في البداية، ورفقة اللواء عمار عثمانية قائد الناحية العسكرية الخامسة وبحضور اللواء حسان عليمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، استمع السيد الفريق إلى عرض قائد الفرقة الأولى مدرعة مدير التمرين الذي قدم الفكرة العامة للتمرين وخطة ومراحل تنفيذه ميدانياً. فبميدان الرمي للناحية العسكرية الخامسة تابع السيد الفريق عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة في هذا التمرين البياني بالذخيرة الحية، والذي شاركت فيه الوحدات العضوية والوحدات الفرعية التابعة للفرقة الأولى مدرعة، مدعمة بوحدات جوية من طائرات مقاتلة وحوامات إسناد ناري. يعتبر هذا التمرين التكتيكي الذي ينفذ تبعا لسلسلة التمارين البيانية بالذخيرة الحية المنفذة مؤخرا على مستوى النواحي العسكرية الرابعة والثانية والأولى على التوالي، مناسبة لإظهار القدرات والكفاءات القتالية للإطارات والأفراد، وكذلك التحكم في الوسائل الكبرى ومنظومات الأسلحة لمختلف أصناف القوات، بغية الوقوف على مدى الجاهزية العملياتية والقتالية لوحدات هذه الفرقة وتدريب القادة والأركانات على تنسيق الجهود والتعاون بين مختلف الأسلحة والقوات. وهي الأعمال التي اتسمت بحق باحترافية عالية في جميع مراحل التمرين وبمستوى تكتيكي وعملياتي جد عال يعكس جدية الجانب التخطيطي والتنظيمي والتحضيري. في نهاية التمرين وفي لقاء تقييمي مع أفراد الوحدات المشاركة، ثمن السيد الفريق الجهود الكبرى المبذولة طوال سنة التحضير القتالي، مهنئا جميع المشاركين على النجاح الذي حققوه ميدانيا من خلال تنفيذ هذا التمرين.
بعدها وبالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة ترأس السيد الفريق لقاء توجيهيا ألقى خلاله كلمة تابعها أفراد جميع وحدات الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد. أكد في بدايتها أن النهج التواصلي الذي يتبنه مع أفراد الجيش الوطني الشعبي عبر كافة النواحي العسكرية ينبع من حرصه على إصداء التوجيهات والتوصيات الضرورية المتعلقة بالتحضير القتالي للقوات عبر إجراء تمارين بيانية بالذخيرة الحية بغرض اختبار وتقييم مستوى الجاهزية ودرجة الاحترافية العالية التي بلغتها قواتنا واستعدادها الدائم لتأمين حدودنا الوطنية المديدة وما حققته من نتائج حاسمة في ميدان مكافحة الإرهاب. السيد الفريق جدد التأكيد على حرص قيادة الجيش الوطني الشعبي على مرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، وبخصوص محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد والتي تعود من أهم المطالب التي رفعها الشعب الجزائري بإلحاح منذ طلاع مسيرته السلمية. وأود أن أشير إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول ملفات فساد ثقيلة أطلعت عليها شخصيا تكشف نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية. وانطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل متورطين فيها بدون استثناء. وسيبقى الجيش الوطني الشعبي بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ، حيث قدمت قيادة الجيش الوطني الشعبي ضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات بعيدا عن الظرفية ودون استثناء أي ملف بعيدا عن أي ظلم أو تصفيه حسابات. كما نؤكد على ضرورة تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تطلب وقت طويل مما قد يتسبب في إفلات فاسدين من العقاب. ولو بد من الإشارة أن هذه العملية لازال في بدايتها وسيتم إن شاء الله تطهير بلادنا نهائيا من الفساد المفسدين، ونحن في الجيش الوطني الشعبي لم ولن نسكت عن الفساد، بل قدمنا مثال كنا السباقين في محاربته من خلال إحالة إطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري متمثلين في القادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية، والذين تأكد تورطهم في قضايا الفساد بأدلة ثابتة. السيد الفريق أكد على تمسك الجيش الوطني الشعبي بالمسار الدستوري والذي يستوجب العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة. إن التماسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش الوطني الشعبي، بل هي من صلاحيات المخول لرئيس منتخب مستقبلا وفقا للإرادة الشعبية الحرة. هذا الموقف المبدئي علامة فالقة ودائمة على مدى تصميم الجيش الوطني الشعبي، علامة أن لا يحيد
عن الدستور مهما كانت الظروف والأحوال، ومن يقول عكس ذلك فهو مشحف في حق الجيش ومواقفه الثابتة، لا سيما أولئك الأصوليين الذين استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد، ويردون اليوم تقديم الدروس للجيش الوطني الشعبي أو قيادته. وإننا لا نقبل بل نرفض هذه السلوكيات الانتهازية جملة وتفصيلا، لأنها لا تخدم الجزائر. لذا يتعين على الجميع التحلي بالتعقل والتبصر وتجنب الدخول في متاهات وصراعات هامشية لا طيل منها ولا تخدم المصلحة العليا للوطن، والتي من شأنها إطالة عمر الأزمة. وإننا ننتظر من كل المواطنين الغيورين على مستقبل وطنهم تضافر الجهود الصادقة لإيجاد أحسن سبل للوصول بالبلاد إلى بر الأمان. ومن هذا المنظور واحترام للدستور ومؤسسة الدولة، وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل تهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا، وإفشال كارثة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها. فهذه الآليات الدستورية هي التي تسمح الانتخاب رئيس الجمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، هي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد في مسير التنمية والبناء. وفي هذا الصدد فقد أكدت في لقاء سابق بأننا بصدد تفكيك الألغام التي يعرف الشعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسة الدولة، وأن هذه الأزمة التي كنا في غنى عنها تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري. فهؤلاء الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاولوا اليوم اختراق المسيرات بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل خروج من الأزمة، وقد برهنوا بذلك أنهم أعداء الشعب الذي يدرك جيدا بالفترة رفقة جيشه كيف يهبط هذه المؤامرات ويوصل بالبلاد إلى بر الأمان. وحول العملية النوعية الدقيقة لوحدات الجيش الوطني الشعبي خلال اليومين الماضيين، وكما تتابعون في هذه الصور، تبين عملية استطلاع جوي نفذتها الطائرتان دون طيار الجزائر 54 تفيد بوجود مخابئ للجماعات الإرهابية وفقا لإحداثيات دقيقة، حيث تم إعطاء الأوامر لتنفيذ رمايات حقيقية لتدمير تلك الأهداف بدقة عالية باستعمال طائرتين دون طيار الجزائر 55، إذ كللت المهمة بالنجاح التام وأثبتت فعاليتها ومدى كفاءة طاقمها الأرضي. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تجريب هذه الطائرات ميدانيا في شهر ديسمبر الفارط تحت إشراف السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالميدان المركزي للجو بحسب بحبح بالناحية العسكرية الأولى. هذه الطائرات المصنعة بالجزائر بأياد وكفاءات وطنية من مهندسي وتقنيي الجيش الوطني الشعبي، مجهزة بالتقنيات والوسائل الحديثة، وتمت تسميتها بالجزائر 54 والجزائر 55 تيمنا بهاتين المحطتين التاريخيتين في مسار الثورة التحريرية المباركة، حيث أثبتت مدى فعاليتها ميدانيا لتؤكد حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي
على المسايرة الفاعلة للتطور التكنولوجي الذي يشهده الميدان العسكري لا سيما في مجال الطائرات دون طيار، والتي أصبحت أحد أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف أشكال العمليات القتالية لا سيما المراقبة الجوية المستمرة والبث الآني لمعلومات الاستطلاع والمشاركة في عمليات الكشف والتدمير في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود. مثل اليوم الوزير الأول السابق أحمد يحيى اليوم إذن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد محمد لتقديم إفادته حول قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة، وهذا وسط حضور واسع للمواطنين واستقطاب إعلامي كبير. مني أحمد حراش والتفاصيل. المكان محكمة سيد محمد، الساعة 8 صباحاً، تعزيزات أمنية مشددة حول المحكمة وكل الشوارع المحيطة بها، وجدار أمني أمام المدخلين الرئيسي والخلفي. حضور إعلامي لافت وجموع من المواطنين ينتظرون وصول أحمد يحيى الوزير الأول السابق، فالعدالة استدعته للمثول أمامها. Il ne faut pas violer le secret de l'information parce que les enquêtes sont supposées être des enquêtes secrètes pour qu'il n'y ait pas de fuite, etc. يدخل يحيى إلى المحكمة وتغلق الأبواب وتبدأ رحلة الترقب والانتظار وسط مسيرات وشعارات منادية بالعدالة والمساواة أمام القانون. حنا رانا فرحانين بالعدالة الجزائرية اللي راهي تفطنت الكل كبيرة وصغيرة. حنا طلبوا يتحاسبوا كاع، جمع واحد دير حاجة يخلص من الآخر، جمع واحد دير حاجة وضيع الشعب هذا يخلص. حنا العدالة ما عندناش فيها الشك، ما عندناش فيها الشك. حنا كي نتحاسبوا، حنا كي نتحاسبوا نحاسبوا من الفوق ونروحوا لتحت. تمر ساعة وأخرى وثالثة ورابعة والأنظار متجهة إلى مدخلي المحكمة. وبعد أكثر من 4 ساعات ونصف يخرج يحيى من حيث دخل. لم يعلم أحد ما الذي دار داخل المحكمة، فسرية التحقيق تفرض نفسها، لكن الأكيد أن العدالة ماضية في مساعي إحقاق الحق وتجسيد دولة القانون، والكل سواسية أمام القانون. تم اليوم تعيين زلماط عيسى مديرا عاما لشركة الاستثمارات الفندقية SEH SPA. كما تم اليوم أيضا تعيين العلاوي العياشي مديرا عاما بالنيابة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة الساحل. عين رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح اليوم كمال عيساني في وظيفة مدير عام لضرائب خلفا لمصطفى زكارة الذي أنهيت مهامه. كما عين رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح اليوم جدو جازية في وظيفة مديرة عامة بالنيابة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلفا لأمين شيكر الذي أنهيت مهامه. عشية اليوم العالمي للشغل وجه رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح رسالة بالمناسبة أثنى فيها على جهود وتضحيات وكفاح الطبقة الشغيلة منذ تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة الشهيد الرمز عيسى تدير ورفاقه من المجاهدين والمناضلين، مؤكدا أن الاحتفال هذه السنة يجري في ظرف استثنائي تميزه هبة الشعب الجزائري التي شدت إليها أنظار العالم، وهو يجدد عهده مع الشهداء في دولة تكرس فيها قيم الفضيلة والاستحقاق بتوحيد الجهود للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة. وأبرز رئيس الدولة بالمناسبة أن هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا يستوجب منا جميعا أن نكون في موعد مع التاريخ كي نضع الخلافات جانبا ونصوب الجهود إلى ما يوحد إرادتنا في الحفاظ على مقاومات الأمة ومكتسبات الدولة، وذلك بإشراك كل القوى الحية بحثا عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيد وتلبية مطالبه المشروعة. رئيس الدولة أكد أن البلاد اليوم في حاجة إلى هبة وطنية لرفع تحدي التنمية المستدامة وخلق الثروة وتحريك الاقتصاد بما يوفر مناصب شغل للشباب، وهذا بمشاركة الجميع دون إقصاء ولا مفاضلة في إطار تشاركي تسوده الثقة المتبادلة.
وبهذه المناسبة جدد السيد عبد القادر بن صالح تأكيده على أن تظل فضائل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين دأب جهود الدولة بما يفتح المزيد من الآفاق أمام الإرادات الخيرة للاندماج في العملية التطويرية الضامنة لأمننا القومي. في التعاون وبدعوة من نظيره السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض، حيث تم استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية محادثات مع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان، بحث خلالها الطرفان مسألة إصلاح منظومة الجامعة العربية والمنظمات المتخصصة. حزبيا، انتخب اليوم محمد جميعي أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني خلال أشغال دورة استثنائية للجنة المركزية للحزب التي استأنفت اليوم أشغالها بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، وذلك بعد فشلها الأسبوع المنصرم. وقد تحصل جميعي الذي يحمل شهادة دراسات عليا في تخصص دبلوماسية وانتخب عدة مرات نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، كما شغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وترأس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، تحصل على 223 صوتا مقابل 126 صوتا لمنافسه جمال بن حمودة، فيما تحصل رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سعيد بوحجة على 35 صوتا ومصطفى معزوزي على 18 صوتا، وذلك من ضمن 418 صوتا معبرا عنه. أخبركم الآن أن العملية مرت بطريقة ديمقراطية بطريقة شفافة. قرر أعضاء اللجنة المركزية اعتماد الصندوق من أجل اختيار أمين عام، ونحن نؤمن أن اللجنة المركزية التي تحوي خيرة إطارات حزب جبهة التحرير الوطني من كامل أرجاء الوطن هي قناة حقيقية لاختيار قيادتها. اليوم حزب جبهة التحرير الوطني بعد مد وجزر بعد التجاذب انتخب قيادته بديمقراطية، انتخب قيادة شرعية. أمامكم أن هذا اليوم المشهود سيفتخر به أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني ومناضلاته ومناضليه في كامل أرجاء الوطن. اليوم فيه كثير من الواجبات تنتظر أبناء حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة في هذه الظروف بالذات التي تمر بها الجزائر. ومن خلالكم أرسل تحيات قيادة حزب جبهة التحرير الوطني وأعضاء اللجنة المركزية وعلى رأسهم الأمين العام، التحية الخالصة لمؤسسة الجيش الشعبي الوطني وكامل أسلاك الأمن التي وقفت منسجمة أولا كمؤسسة قوية، وخلقت كذلك تناغم مع الشعب الجزائري وتطلباته. المؤسسة العسكرية بوقوفها في هذه الظروف أثبتت للعالم أنها مؤسسة قوية فعلا. نحن في الجزائر نفتخر بهذه المؤسسة، ومن خلالكم كذلك نؤمن أن مطالب الشعب الجزائري مطالب شرعية. في غمرة الاحتفالات باليوم العالمي للشغل، دعا اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسن تيجاني هدام في لقاء تم خلاله تكريم مجموعة من المتقاعدين، دعا الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى مواصلة مسار الحوار والتشاور في إطار روح العمل على استقرار عالم الشغل وتغليب المصلحة العامة للوطن. إنني على قناعة تامة بأن النضال والحوار والتفاوض هي أرقى وأسلم أدوات العمل النقابي
من أجل تحقيق المكاسب في إطارها المعقولة. وفي هذا المقام أنوه بجهد الشريك الاجتماعي المحترم الذي يؤدي دوره بامتياز في إطار وعي وحس بالمسؤولية التي توازن ما بين مشروعية المطالب ومصالح القطاع، ذلك أن ديمومة القطاع هي الشرط الأول لديمومة مناصب الشغل واستمرار جهود التنمية التي تعود بالفائدة على الجميع. ذلك أن ديمومة القطاع هي الشرط الأول لديمومة مناصب الشغل واستمرار جهود التنمية التي تعود بالفائدة على الجميع. وعليه أدعو جميع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى مواصلة مسار الحوار والتشاور في إطار روح الثلاثية، والعمل على استقرار عالم الشغل وتغليب المصلحة العامة لوطننا على المصلحة الخاصة. هذا ويحيي غدا الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم العالمي للشغل في ظرف خاص يطمح العمال من خلاله إلى تحقيق مكاسب جديدة، تقول وسيلة بوشارب. مقر المركزية النقابية عشية الاحتفالات باليوم العالمي للشغل. لا شيء هنا يشي باحتفالات رسمية. أعضاء من الفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود في اجتماع طارئ ومغلق. لقد تم إلغاء إشعار بالإضراب لعمال النسيج بالشراقة واتخاذ جملة من الإجراءات لصالحهم. والله يعني شيء صعيب، يعني شيء صعيب باسكو الاضطرابات يعني اون في با لا ديفيرونس، يعني فيما يخص المشاكل السياسيه فو با تاثر على المؤسسه، باسكو المؤسسه اليوم احنا مؤسسه اقتصاديه موش اوني با اون فونكسيون بيبليك، دونك احنا اللي ندخلوه اللي نخلصوا به واللي صابدين دراهمنا بدراهمنا، دونك هذا يطرح اشكال شويه. لكن اليوم بعد مرور هذه لا بيريود هذه نظن كاين فيه وعي، كاين فيه اون بريز دو كونسيونس من طرف العامل، دونك الاضطرابات ولا البيرتورباسيون اللي كانوا نقصوا مليح. العمل النقابي إذن في مفترق الطرق بالنظر للإرهاسات التي تعرفها الساحة السياسية. الحراك الشعبي قلب كل الموازين. الاتحاد العام للعمال الجزائريين يسعى للرقي بحقوق العمال إلى درجة أفضل. الاتحاد العام للعمال الجزائريين جزء لا يتجزأ من الحراك الوطني، إن لم أقول أكبر الفئات في هذا الحراك. يبدو أن رياح التغيير ستهب على المركزية النقابية التي تترقب مؤتمرها 13 لضخ دماء جديدة في الاتحاد. المؤتمر المقبل إن شاء الله الذي ينعقد أيام 21 و 22 جوان سيكون لمحالة مؤتمر التغييرات، مؤتمر كل في الأنماط في الأشكال في الأسلوب في العمل خدمة للعمال ولتحسين ظروف العمال المادية والمعنوية. وفي انتظار المؤتمر القادم تبقى لجي تي آ مكسبا هاما بالنسبة للطبقة الشغيلة التي استفادت من العديد من المزايا مهما يقال، على غرار الزيادة في الأجور في بعض القطاعات، العقد الاقتصادي والاجتماعي، ترقية المنتوج الوطني، والأهم عدم تسجيل أي عملية لتسريح العمال بالمؤسسات الوطنية. تتغير الوجوه إذن في المستقبل القريب، لكن هل ستبقى روح النضال على طريقة عيسى تدير ترفرف بين أروقة مقر الاتحاد؟ أدى نفذ مخزون خامة الحديد إلى توقف عملية الإنتاج لمركب الحديد والصلب صداع الحجار، وهو ما قد يتسبب في أعطاب كبرى للفرن العالي الذي كلف الخزينة العمومية مبالغ كبيرة. عن أسباب توقف الإنتاج نتابع روبورتاج محمد زمولي. تبلغ الطاقة التخزينية القصوى للمواد الأولية خامات الحديد اللازمة لتشغيل مركب الحديد والصلب صدار الحجار 800,000 طن. استهلك المركب سنة 2018 1,400,000 طن،
ضمن عقود مع الشركة الوطنية لمناجم الحديد للشرق الشريك المكلف بتمويل المركب بالمواد الخام، إلا أن عملية الإنتاج قد عرفت تذبذبا وتوقفا لكرتين خلال سنة 2019، وأرجعت إدارة المركب السبب لعدم وفاء الشريك الممول للمركب بالتزاماته. في 2019 وين عشنا يعني فريمون اون سيتوياسيون فريمون تري بيرتوربي، وين عشنا احنا في المواد جانفي اي فيفري بور ان كونترا تاع 400000 طن دو ريسيبسيون، نو زافون ريسي كو 127000 طن، ديزون 128000 طن دو منيت فار. دونك في هنا تحتمت علينا في المواد مارس نحبسوا 10 ايام باغي بلو دو ستوك. زدنا عشنا لا ميم بيرتورباسيون في المواد في المواد دافريل. في المواد افريل وين اون ريسي كو 21000 طن بارابور 200000 طن. حالة التذبذب بسبب نفاد المخزون ارجعته إدارة المركب لخلل في وصول المواد الخام من منجمي الونزا وبوخدرة، وجعلت العمال يتساءلون عن الوضعية المالية للمركب وإمكانية وفائه بالأهداف المسطرة في الإنتاج. كما يعرف العام والخاص الفر العالي عمليات كيما دوم نعملوهم مره ولا زوز تتوقف في العام، دونك صبحنا في المده الاخيره درنا ربع مرات توقف، هذا ناتج من الاضراب اللي صار في مصنع الونزا بتبسها. هو من اكبر مركبات انتاج اللفائف وحديد البناء وبطاقه تخزين كبيره، لكن خللا او اضرابا مهما كانت مدته قد يرهن افاق الانتاج. والانفراج اكيد مع استئناف اليوم عمال المركب المنجمي للفوسفات ببير العتر بتبسة عملهم بعد اضراب دام 24 يوما. ياتي هذا بعد التوصل الى حلول توافقيه بين العمال والاداره بحضور ممثلين عن اعيان المدينه. رباح مداوي. لم نكن نتوقع لحظة واحدة بانفراج الوضع والعودة إلى العمل بمركب شركة فوسفات تبسة ببير العاتر عند دخولنا له صباح هذا اليوم، واستفسارنا لدى المضربين عن مطالبهم وعن تصورهم للحل الذي ينهي بذلك الشلل التام الذي أصاب المركب في جميع أقسامه، مركب مرتبط باتفاقية التصدير لزبنائه بالخارج. عندنا جملة مطالب في الاتفاقية الجماعية وهيكلة المؤسسة. هيكلة مؤسسة السلطات العليا تنظر بإيجابية للمصنع ذا لأنه قاعد يساهم في الاقتصاد تاع البلاد. فترة ما بعد الظهر كانت فترة لمراجعة الذات في لقاء حاسم حضره الجميع بما فيهم أعيان من المنطقة وتابعت جانبا منه كاميرا التلفزيون الجزائري. لقاء بحوار شفاف وصريح بالتزامات وتعهدات خصوصا بالنسبة ل14 عاملا الذي صدر في حقهم قرار التوقيف عن العمل مع التزام آخر بمراجعة المنح والأجور وكيفية التعويض عن أيام الإضراب. بعد نقاش كبير وصلنا إلى حل، وإن شاء الله المنجم راح ينطلق هذا المساء والأمور كلها راح بعد الاتصالات مع اللاتيتيل مع بي دي جي رئيس المدير العام. باختصار إن شاء الله راهو كل الأمور رجعت المياه المجاري. نحن رانا حينا شوي من رواحنا وإن شاء الله الوزير راهو يختم. بالنسبة للنقاط المطروحة على مستوى المطالب الاجتماعية المهنية المطروحة على مستوى نقابة المؤسسة والإدارة العامة، نبدو في المفاوضات نتاعها مباشرة بعد استئناف المركب للعمل. نشرع في القريب العاجل أولا بمعالجة مخلفات الإضراب مع الشريك الاجتماعي بما فيها الأجور التي بقت معلقة وكذلك قضية الموقوفين، وسنتعامل إن شاء الله معها بإيجابية. لقاء بعد لقاء ودخول أعيان المنطقة على الخط ساهم في تجاوز انسداد كم كان مكلفا للمركب، خسائر بملايين دولارات بسبب إضراب طال ما كان ليكون لو ساد الحوار الاجتماعي الهادئ والمسؤول وتجاوز الجميع منطق الأنا ومحاولة الانتقام من كل ملاحظ لطريقة التسير. المنطق اقتضى العودة العاجلة إلى العمل في منطقة حدودية يعرف الخاص والعام حال الاستثمار بها. وبولاية ورقلة لا يزال أصحاب الملفات المدعة بصيغة السكن العمومي الإيجاري بدائرة ورقلة ينتظرون الإفراج عن قوائم المستفيدين التي طال انتظارها رغم الوعود المتكررة للسلطات المحلية. عيسى تومي. لا يزال الغموض يكتنف مصير حصة دائرة ورقلة من السكن العمومي الإيجاري التي تجاوزت 1000 وحدة سكنية،
وحالة من الترقب والتساؤل حول موعد الإفراج عن قوائم المستفيدين. قسموا كاع في الجزائر كومبلي قسموا، يمدوا بلا 1500. هنايا ديما قابضين لنا من بعد، اصبر مازال ميناجمون ما كملش، الديار مازال ما وجدوش. قريب 100 شخص راني جيت هنايا من البلاء، من الدائرة التحتانية للدائرة هذه، وانا كل يوم وراني نجي، انا نجي كيما الناس والمشي والو. على هاسيدي انا بوي عائله، انا من سنه من 97 الملف تاعي لحد الان، كل خطره نجو جدد وين نجو لشاف دايره، كل شاف دايره مازال اصبروا وين نجو، عطينا حتى امل، حتى كلمه واحده عطينا امل نشدوا فيها، قال لك لا استناو كيما الناس. واش عندي كمان في الدراسه، كل سمانه في الدراسه الوقت دراسك من هذه، طبنا عيان الشعب عينا صراحه. 20 سنه في الكراك، الكراو راح نروحوا. وتعد دائرة ورقلاء الأعلى كثافة سكانية على مستوى الولاية، وهو ما انعكس على عدد الملفات المودعة، حيث تعود آخر عملية تسليم المفاتيح في هذه الصيغة بالدائرة إلى سنة 2013. المشكل الملفات قواو، ماهيش حاجة صغيرة باش الإنسان، والإنسان باش يدير التحقيقات نتاعو ويدير تدرس نتاع 15000 ملف وتشوفهم كاع لازم الوقت. ورغم الانتهاء كلية من الأشغال في بعض الورشات، إلا أن جزءا منها يسير بوتيرة بطيئة، فيما الأشغال متوقفة في هذه الورشة التي انطلقت بها سنة 2009. أغلبية السكنات راهي عندهم تهيئة الخارجية كومبليتوم، الآخرين راهم في طور الإنجاز. ورغم توفر الوعاء العقاري، إلا أن السكن وللمفارقة لا يزال في واجهة المطالب بولاية تكتسي أهمية استراتيجية واقتصادية ونموا ديموغرافيا مرتفعا. استأنف مساء اليوم عمال المؤسسة العمومية الولائية ثورانات للنظافة عملهم بعد الاستجابة لمطالبهم وانشغالاتهم من قبل السلطات المحلية بعد إضراب دام 10 أيام، وأدى إلى تراكم النفايات بأحياء وشوارع مدينة بشار، وهو الانشغال الذي نقله التلفزيون الجزائري في نشرة واحدة. نظمت اليوم تنسيقية نقابات الصحة ندوة صحفية ثمنت خلالها الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر، كما عبرت عن رغبتها في التكتل إلى فيدرالية وطنية للصحة مستقبلا، والتشاور من أجل وضع سياسة وطنية للصحة تستجيب لتطلعات المواطنين والمرضى بالدرجة الأولى. خرج اليوم طلبة جماعيون في مسيرة سلمية بساحة البريد المركزي بالعاصمة لدعم الحراك الشعبي، رافعين الراية الوطنية ولافتات وشعارات تطالب بتحسين أوضاع الجامعة والحفاظ عليها والتطلع لغد أفضل، يشارك في صناعته الطالب الجزائري. يجب على الطالب أن يحتكم إلى العقل وأن يحاول الوصول إلى حل توافقي يضمن وصول صوت الجامعة ووصول صوته كطالب، إضافة إلى ذلك عدم إفراغ الجامعة وعدم شل الجامعة. احنا يا نطالبوا ما شفتوش مسيرة بيضاء، نكملوا الدراسة تاعنا ونحموا بلادنا، باسكو مسيرة دراسية حتضيع حنايا، حنا حنضيع. كاين تخوف كبير بين طلبة السنة البيضاء. كيقول لك سنه بيضاء سيمستر بلون كما يقولوا، مي لا ماجوريتي تاع لي بروف قالوا لنا ما كاش تخوف من السنه البيضاء، نوقفوا معاكم سيمستر الاول تما تفاليدا سي بون لي زيكزام جوزناهم طلعنا كاع سيمستر تاعنا، دوك بقى سيمستر واحد قال لك نساكريفي ونساكريفي افيكون نديروا كاع واش نقدروا يسي يعاودونا واسمو مالغري تاخر نقراو في جويه نقراو في اوت، مي ان شاء الله سافا باسي. تربويا، وفي إطار التحضيرات للامتحانات المدرسية الوطنية للموسم الدراسي الحالي، أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد على الملتقى الوطني لرؤساء اللجان الولائية للملاحظين لامتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا، حيث ذكرهم بمهامهم خلال الامتحانات. هذا وستنطلق عملية طبع مواضيع الامتحانات المدرسية في 16 ماي، أما سحب الاستدعاءات لجميع الأدوار فسيكون يوم 15 ماي الداخل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بالنسبة للتدرج في تنفيذ برامج تعليمية فالأمور مطمئنة جدا، كانت بعض الدروس يعني تأخرت في بعض في ولاية أو ثلاث في مؤسسات محدودة العدد، لكن تم تداركها ببرنامج خاص لهذه المؤسسات، والآن لا يوجد هناك ما يدعو إلى القلق، بل
البرنامج سيستكمل و لا يوجد ما لا يوجد تأخر في البرامج، وكذلك الامتحانات ستكون كما تم التسطير لها، ولن يمتحن أحد في درس لم يأخذه. أطمئن الجميع، أطمئن أولياء التلاميذ، أطمئن المجتمع الجزائري عامة والجماعة التربوية على وجه الخصوص بأن الامتحانات ستكون في جو مطمئن وهادئ، لأن الجماعة التربوية عقيدتها بمكوناتها هي مصلحة التلميذ. ضمن التدابير المتخذة تحسب لشهر رمضان المبارك، تم الكشف عن الأسعار المرجعية لتسع مواد غذائية واسعة الاستهلاك، كما سيتم تداوم السوق بأكثر من 12 مليون قنطار من الخضر والفواكه وأكثر من 100,000 طن من اللحوم البيضاء والحمراء. وبعد تعليق وزارة التجارة العمل بالرسم الإضافي الجبائي المؤقت لبعض المنتوجات واسعة الاستهلاك في شهر رمضان، تنقلت فرقة التلفزيون الجزائري إلى بومرداس لتستطلع مدى انعكاس هذا الإجراء على أسعار اللحوم المستوردة الطازجة والمجمدة. محمد أمين بوتومي. بين مستهلك يراهن عليه بعض التجار لزيادة أرباحهم المناسباتية وزبون بسلوك استهلاكي يرفض التغير، يترقب الجزائريون هلال شهر رمضان الفضيل. الكوميسون عنده يستعمل كلمة، وسمحوا لي العبارة دي، يستعمل كلمة جشع، بين قوسين جشع بارابور للكونسوماتور الجزائري. بارابور لزاني اللي جازو ذوك من ذوك الشاب ديفيق، باسكو مع الأول كانوا ناس تجري رمضان شغل فين دي موند. ورمضان هذا يا ماشي غير الماكله، حوشوا الاسعار يكونوا منخفضه كما يقولوا، ما يكونوش اسعار كما يقولوا باغضه ولا فهمت كيف. وعلى هذا الاساس علقت وزاره التجاره العمل مؤخرا بالرسم الاضافي المؤقت الحمائي لبعض المنتوجات بمناسبه شهر رمضان، فكيف استفادت مثلا شركه إنالكا لاستيراد اللحوم ومعها الزبون من هذا الاجراء؟ لقينا تسهيلات بزاف، ديجا درنا كومباريزون كي كنا افيك لي دابس وسون لي دابس، لقينا بورسونتاج تاع 30-35%. حنا لينا هادية لقيناها البوت تاعنا بوغ الكونسوماتور فينال، يكون لو بخي المستهلك الاخر يكون لو بخي عنده في متناول الجميع. وحتى كما راكم تشوفوا لهنا كاين ميم هاد لابوشي سي اون تراديسيون الجيريان، دونك نبيعوا فيها اللحوم الطازجه حتى اللحوم البيضاء، باش يكون المشتري كي يدخل البوان دو فونت هنا يلقى ان شاء الله المنتوج اللي يحتاجه. الاسعار راهي في متناول الجميع. المنتجات هذه راح تدخل نو سوميز على تابس على تاكس، وبذلك احنا رايحين ان شاء الله نعمل على محاربه لا ريتونسيون دو ستوك، معناها اخفاء هذه المنتوجات واحتكار السوق هذه، لان الهدف منها انه يكون تمكين المواطن من هذه المواد خلال شهر رمضان باسعار مرضيه جدا. فيما تخضع اللحوم المستوردة من طرف شركة إنالكا للرقابة البيطرية على مراحل، ولازم نعرفوا حاجة المستهلك يعرف باللي لا فيوند قبل ما تخرج للاستهلاك هي سيتون فيوند كي سالوبر، هي صحية. فهل سنشهد فعلا شهرا للرحمة والتكافل بعد هذا الإجراء؟ في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس إثر عملية بحث وتمشيط بغردايا مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف وبندقيتين مضخيتين وكمية من الذخيرة قدرت ب 118 طلقة من مختلف العيارات. وفي السياق نفسه، وقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعة الإرهابية بالوادي، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى ببومرداس مخبأين اثنين للإرهابيين يحويان معدات تفجير وأغراضا مختلفة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمرس وعين قزام أربعة منقبين عن الذهب، وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع وخمس دراجات نارية ومعدات وأغراض أخرى، فيما تم حجز كمية من التبغ ببسكرة.
ومن جهة أخرى أوقفت مفرزة للجيش وعناصر الدرك الوطني 3 أشخاص وحجزت أكثر من 800 قرص مهلوس بكل من سطيف وجلمة، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بخنشلة شخصا بحوزته 310 كيلوغرامات من مادة البارود و410 كيلوغرامات من المواد الكيميائية التي تدخل في إعداد الخراطيش، كما تم توقيف 8 مهاجرين بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وإيناميناس. تنفيذا لمخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي وتعزيزا لرابطة جيش أمة، نظمت مدرسة تقنيات المعتمدية للشهيد جلال بن عامة بالبليدة زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام العمومية والخاصة للتعريف بمختلف التخصصات التي تضمنها هذه المؤسسة التكوينية. إحياء لشهر التراث واليوم العالمي للمتاحف وفي إطار مخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي وتعزيزا لرابطة جيش أمة، احتضن المتحف المركزي للجيش تظاهرة احتفائية تحت شعار المتحف المركزي للجيش خزان للذاكرة الوطنية، وذلك بمشاركة بعض المتاحف وتلاميذ مؤسسات تربوية بنشاطات متنوعة، وهذا إلى غاية 2 مايو الداخل. ختام نشرتنا، وهذا الآن تذكير بأبرز ما أوردنا فيها. أشير إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول ملفات فساد ثقيلة. الفريق أحمد قايد صالح يؤكد مرافقة العدالة في أداء مهامها بعيدا عن الانتقائية والظرفية وعن أي ظلم أو تصفية حسابات، ويدعو إلى التمسك بالدستور وتنظيم الرئاسيات في أقرب الأجل. الفريق أحمد قايد صالح يدعو إلى التصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة وإفشال كافة المخططات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد لدى إشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية الثبات 2019. وكما تبعتم في النشرة، وسط حضور إعلامي مميز، الوزير الأول السابق أحمد يحيى يمثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد لتقديم إفادته حول قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. وعشية اليوم العالمي للعمال تأكيد على ترسيخ التشاور والحوار. وفي النشرة أيضا، عمال مصنع الفوسفات بتبسة يستأنفون العمل بعد حلول توافقية بين كل الأطراف. انتخاب محمد جماعي أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطنية. ولمزيد من الأخبار تبقى عناويننا الإلكترونية في خدمتكم. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.